حبيب قلبي نورت الاستوديو بتاعي، ان شاء الله اي حاجه وكل حاجه عايزها الفيلم بتاعك هتلاقيها معانا هنا. حبيبي بس انت ما قريت بعد شو بيحكي السيناريو. كله في وقته كله في وقته، المهم نتفرج على فريق الانتاج. لا لا انا عندي فريق انتاج تبعي. لا معقوله فريق انتاج؟ بس مش قاعد لبركه مع الموضوع ده بعدين. ايه رايك في الموسيقى التصويريه؟ خش علي. بس 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 ما بدي مثير التمويل. بس ستوب، بدي بس مول الفيلم انا. يبقى انت اكيد عايز ممثلين. ايه رايك في سماره بنتي؟ شمعه منوره. لا شمعه ولا منوره، فيلمي عن اربعه بيعرفشوا على الجبل، ما في بنات. ماشي ما فيش مشكله، ممكن يقف في الجبل يبقى عملوا لي خدمه لو صابوها هناك والنبي خدوه. يا حبيبي الله بياخد الجميع، عسى بتريد بدي مول الفيلم انا. بس كده حبيب قلبي اتفضل معايا. جميل هاي. معلش يا صاحبي ما بلاش نتعامل بالفيزا دلوقتي، المهم ميزانيه فيلمك كده يجي لك كام جمل. شو بعمل بالجمال انا؟ انت مول بيهم فيلمك. ساعه بنتك ساعه جمال، خلي بدي مصاري عشان اعطيني الجمال. ما كل الناس بتتعامل بالجمال، ما بتتعاملش بالفيزا. لك يا عمي اي فيزا اي فيلم بقى، خلص راح الفيلم راح. مالك في ايه؟ اللي عندي وده اللي حناخده. شو بدي اعمل؟ تحتاج مساعده في صناعه الافلام؟ للتعليم الانتاج والتمويل على مدار العام، اكتشف مؤسسه الدوحه للافلام. ايه؟ الو؟ عندي خبر منيح خبر ما منيح لك. جبنا تمويل للفيلم.